شحات قرآن دوت كوم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين سيبها سيبها حار أصلا. Thank you.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمى ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
يا أيها
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من
ابتسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فمكث غير بعيد
ألا يسجدوا لله يسجدوا لله الذي يخبر
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه إنه من سليمان إنه ألا تعلوا علي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان شحات قرآن.com